ربح هذا اليوتيوبر تصل إلى 44 ألف دولار، رغم ما يساوي 45 مليون مغربية في الشهر الواحد. السلام عليكم عشاق وعشاق الدرجة النارية. اليوم شحال واحد سولني على شحال هما الأرباح تاع اليوتيوب، واليوم غادي نتعرفوا على أكبر قناة عربية واللي داروا الأرباح تاعها في واحد اللايف. ودابا نخليكم مع القناة. بالنسبة لي القناة أبو فلاح، بالنسبة لي فيها أكثر من 10 مليون أبوني، واللي فيها 1.376 مليون يعني أبوني، يعني واحد فيها واحد ليفيو واحد التفاعل اللي هو مزيان. كيما كتشوفوا لي فيديو 17 ساعة 4 مليون، 3 أيام 8 مليون، 4 أيام 6. ودابا غادي نمشيو لهاد الستة اللي كيعطيك، عندنا كيعطيك شحال الأرباح اللي كيربحو. بالنسبة لهم الأرباح كما كتشوفوا، يعني ما بين 33 دولار حتى 536 دولار في الشهر، وفي العام ما بين 134 ألف دولار حتى 133 مليون ألف دولار في العام. بالنسبة كما كتشوف في المشاهدات في الشهر، بالنسبة 137 مليون، إن شاء الله خلق قبل منه 100، إن شاء الله خور 100 122، يعني بالنسبة للأشهر الخمس الأخيرة يعني 100 للفوق، 100 ألف في. ودابا غادي ندوزو لك اللايف اللي بانو فيه الأرباح. كما تلاحظون عدد المشاهدات ما يصل إلى 116 مليون مشاهد، فكما تلاحظون 10 مليون عدد مدة المشاهدات، وأكثر من 670 ألف مشترك في شهر واحد، و44 ألف دولار.